Italia. El término municipal, dicen, ¿no? Sí, 1.800 kilómetros cuadrados. Wow. Llanos. Y entras allí y ves todo plantado de brócoli. Sabes cómo es el brócoli, tiene unas hojas que hay que quitar, con un machete cortar, y luego van los camiones delante. هذا البوز بال اللي غادي تشوفوا معايا، واخا ماشي هذا هو الموضوع اللي جاي نتقاسم معكم، موضوع مهم اللي جاي نهضر معكم عليه. غادي ان شاء الله نوريكم فيديو تشوفوا كل في التفاصيل، ولكن هذا البوز بال اللي غنوريكم مثلا اشنو اللي عطى الاسبانيا ولا اشنو اللي استفدت منه. اسبانيا اسبانيا، سبحان الله. المثل عندنا بالدارجه كيقول لك الحر هو اللي يدوم صباغته. ماشي عيب اننا نحتفلوا مع هذه الدوله هذه. واليوم كما قلت الموضوع ماشي انا اللي جيت نهضر لكم على لامين يامال ولا الاب ديالو ولا علاش لعب مع اسبانيا وما اختارش المغرب ولا اسبانيا مثلا ربحات الكاس ديال اوروبا. هادشي راكم شفتوه كاملين وهذا الشيء كيفرحنا بطبيعه الحال بما اننا كنعيشوا في هذه الدوله هذه. لا الناس اللي عندهم جنسيه، الناس اللي عندهم وريقات، الناس اللي باقيين كينتظروا الفرصه ديالهم باش يسولوا الوضعيه ديالهم، يعني وجاوا لهذه الدوله هذه باش يقلبوا على فرصه ثانيه. فشحال ما كانت هذه البلاد مزيانه وكانت فيها امور مزيانه وغادي وكتزهر، شحال ما كان الامور مزيانه بالنسبه للناس يعني اللي كيجيو يقلبوا على فرصه ثانيه ليها وكيجيو يقلبوا على يعني طرف ديال الخبز هنا واخا. ولكن هذا الشخص ماشي المشكل انه كيحتفل مع الاسبان، المشكل كتعرفوه تقريبا ربما بزاف ديال الناس، هذا اللي معروف بالاسم ديال النيغرو دي بوكس. غادي نجيب لكم فيديوهات ديالو شنو اللي كيروج على المهاجرين. فقط نخارط في الحزب ديال بوكس وعطاهم ميكروفون وتليفون ولا كاميرا وكيدور ويسجل وكيزرع في الكراهيه ضد الناس اللي بحاله. ولكن هذا ماشي موضوعنا ديال اليوم. تفرجتوا في الفيديو اللي حطيت نهار اللي ربحات اسبانيا وخرجت الوزيره ديال الضمان الاجتماعي والهجره، حطيت لكم الفيديو ديالها وقالت ما يمكنش نتعاملوا بجوج ديال الوجاه مع الناس اللي كيجيو لهذ البلد هذه. الناس اللي كيعطيو لاسبانيا كبار شي حاجه اللي كثيره مثلا نهزوا بهم ونغنيو بهم ونعليهم الفوق، ولكن الناس اللي كيجيو يخدموا مثلا في خدامين اللي ما كيبغوش يخدموهم الاسبان وكذا احتقروا. سمعوا معايا هذا الفيديو هذا. التيرمينو مونيسيبال ليفن نو سي 1800 كيلومتر كوادراوس. واو. يانوس. Y entras allí y ves todo plantado de brócoli. ¿Sabes cómo es el brócoli? Tiene unas hojas que hay que quitar con un machete cortar y luego van los camiones delante y detrás de cada camión van 20. Tendríamos que llevar allí al señor Abascal y a todos estos que están en contra de los inmigrantes a que vieran qué sería de todos esos 600 millones de kilos de brócoli que dan de comer a muchísima gente en Murcia y que ingresan muchas divisas a España. No he visto ni un español entre los miles que estaban detrás de los camiones con un machete cortando el brócoli, quitándole las hojas y poniéndolo en el camión. No he visto un español. ¿Y sabes qué me decían los empresarios? Que si no fuese por esa gente, toda esa producción se quedaba en el campo. O sea que ojo, porque ahora gente con la capacidad que tenían los españoles de bajar el lomo y de trabajar como se trabajaban los años 50, ya no es tan fácil. Claro. Y ahora hay trabajos que los españoles ya no hacen y necesitamos esa gente para sacar adelante esa producción del brócoli. Este es un país que tiene problemas con el tema de la inmigración y preocupación de que esto se transforme en algo masivo. Es un pueblo solidario, porque no olvidamos los españoles lo que hemos sido, no lo olvidamos. No olvidamos cómo en cayucos y en barcos iban los canarios a Venezuela, ¿no? Huyendo del hambre. Y cómo los españoles hemos tenido después de la guerra civil 500.000 que pasar los Pirineos para ir a Francia. Cómo México tuvo que acoger oleadas de españoles después de la guerra civil. Cómo los españoles hemos quitado el hambre yendo a trabajar a Alemania, Holanda, y no te digo nada, a América. المهم الاخوان الاخوات، ابار على هذا الشيء اللي قال هذا الراجل هذا، الناس اللي كتعيشوا في اسبانيا راه بدون شك كتعرفوه، يعني ما كيخفاش عليكم. ابار على داك الشيء اللي قال ديال ان اسبانيا حتى هي كانت فيها المجاعه، والاسبان حتى هما
كانوا اضطروا انهم يهاجروا ومشاو لبزاف ديال الدول يعني باش يحاربوا تاهما الجوع وباش يحاربوا يعني بزاف ديال المسائل. الا لاحظتوا تكلم على اليد العامله والخدامين اللي ما كيبغوش يخدمهم الاسبان واش راه كيعرفوا بزاف ديال الناس. قال مثلا ديو بوكس والناس اللي هما معادين ولا اللي هما واقفين ضد المهاجرين نديهم مثلا الناس يخدموا مع المهاجرين في البروكولي مثلا. كاين بزاف ديال الخدامين اللي ما كيبغوش يخدموا الاسبان ومنهم هذا بوزبال مثلا اللي هاز الميكروفون اللي انخرط في الحزب ديال البوكس اللي هو الولي ديال النعمه ديالو وكيخرج مثلا كيبقى يحرض على المهاجرين منهم هو. الا عطيناه منجل ولا عطيناه بالو يعني وفاس وقلنا له يلا تخدم في داكشي اللي كيخدموا في المهاجرين ما غاديش يقدر ما يقدرش لا هو ولا الحزب ديال البوكس يعني ولا الناس اللي هما موالين ليه ولا الناس اللي كينوضوا كما قال هذا الرجل هذا يعني ضد المهاجرين. وبالتالي الوزيره ديال الضمان الاجتماعي الكلام اللي كانت كتقول يعني كان معبور وعارفه اشنو اللي كتقول والناس اللي كيمشيو الدوله هما اللي عارفين القيمه ديال اليد العامله ديال المهاجر كما قلت ماشي بالضروري ولا كما قالت هي ماشي بالضروري ان تكون عندك موهبه اللي تجيب القاب لهذا البلد هذه عاد انك تكون انت هو المهاجر المزيان وانت هو اللي خاصو يهضروا عليك مزيان وخاصك يعني ديك الساعه يغنيو بك. لا قلت في فيديوهات سابقه ان المهاجر هنايا في هذه البلاد ما يحقرش راسه ماشي بالضروري تكون هذا الشيء هذا اللي هضرنا عليه كامل. ولو تكون مهاجر هنا بسيط وكتساهم بشي حاجه اللي كتبان لك انت بسيطه راك كتساهم بشكل كبير في العجله ديال النمو ديال الاقتصاد ديال هذه الدوله هذه. ولو بالخبز اللي كتشري بالحليب اللي كتشري بالزيت اللي كتشري بالدقيق اللي كتشري باللحم باي حاجه كتقداها فكنت كتساهم في الاقتصاد ديال البلاد هذه بواحد الضريبه ديال القيمه المضافه اللي كتخلصها انت تمايا وانا والاخر 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 والاخر. وبالتالي يا اخوان كما قلت وكما قالت الوزيره ديال الضمان الاجتماعي فماشي المهاجرين اللي كيعطيو لاسبانيا الكثير ولا اللي كيجيبوا لها القاب هما اللي يتعاملوا معاهم مزيان والناس اللي كيجيو يعني بسطاء ولا اللي كيجيو في القوارب ديال الموت اما نرميهم في نخليهم يغرقوا تما في البحر ولا نخرجوا لهم الجيش يثيري فيهم كما كيقولوا بعض الناس مثلا والحزب ديال البوكس يعني والاتباع ديالو. ونتمنى نكون وصلت لكم يعني الفكره ونتمنى تخليوا لي الاراء ديالكم في هادشي كامل اللي شفتوا معايا وهادشي اللي هضرنا عليه. وما تنساوش داكشي اللي قلت لكم في البدايه ديال بوزبال اللي قلت ربما الرصيد ديالو في الضمان الاجتماعي ولا في المساهمه ديال الضمان الاجتماعي يكون عنده عام ولا عامين ولا 3 سنين ولا ربما ما مساهمش ربما فقط نخرط في ذاك الحزب ديال البوكس يعطيه النعمه ديالو كيتقاداها كل شهر وكيخرج من هذاك الميكروفون وكيبقى يضرب في الناس اللي هما بحالو جاو تما باش يقلبوا على فرصه ثانيه لان قلنا هذا الشخص ماشي اسباني ناتيفو ولا ماشي كاع زايد حتى هنايا ماشي من اصل مثلا اجنبي وزايد هنا وكابر هنا. هذا الشخص هذا ماشي كبير واتجه لهاد المسائل هذه وامور اللي كيهضر بها على المهاجرين وخصوصا على المغاربه كما قلت. غادي نجيب ان شاء الله فيديو اخرين باش نعريو الحقيقه ديال هذا الشخص هذا واخا اخوان. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نهاركم مبروك ما تنساوش بارك الله فيكم كما قلت التعاليق ديالكم راه مهمه والبصيمات ديالكم ما تنساوش بارك الله فيكم ولا قديتوا تبارطاجيو الفيديو غادي نكون شاكر لكم كما العاده ودائما. السلام عليكم.